السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في موجز للأخبار. أدانت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني بشدة القصف الذي طال العاصمة طرابلس ليلة الأمس بطائرات حربية أجنبية بعد طلب من مجرم الحرب حفتر. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد القبلاوي خلال مؤتمر صحفي إن القصف نتج عنه مقتل مدنيين وتدمير لبعض المنشآت، موجها دعوته لمجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم لوقف هذا العدوان على العاصمة الذي وصفه بجريمة الحرب التي ينبغي معاقبة الدول التي يثبت تورطها فيه وفق القانون الدولي. قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغة إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وإنما سيتم دفع القوات المعتدية خارجا عن العاصمة، وإنهم لن يديروا أي تفاوض وأنهم لن يقوموا بأي تفاوض مع حفتر، بل سيتم الجلوس على طاولة الحوار مع المنطقة الشرقية. وأوضح باشاغة أن حفتر لم يرضى يوما بأي حلول ديمقراطية، ولن يرضى بالتداول على السلطة، وإنما هو مهووس بنظام القذافي ويرغب في السير على خطاه، مؤكدا على توافر الأدلة لديهم بتوريد أسلحة من دول أجنبية لحفتر، وأن التحقيقات جارية بهذا الشأن، مضيفا أن الطائرة التي قصفت ليلة أمس السبت لا يملك حفتر طائرة بقدراتها. قتل 4 مدنيين وأصيب 11 آخرون في قصف لطيران أجنبي داعم لمجرم الحرب حفتر استهدف عدة مواقع بالعاصمة طرابلس. وأفاد رئيس لجنة الأزمة والطوارئ بوزارة الصحة فوزي يونيس للتناصح بوصول 4 شهداء وأحد عشر جريحا إلى مستشفى أبو سليم الطبي. هذا وكانت عناصر تابعة لميليشيات الكرامة قد توعدت في وقت سابق بالقصف الممنهج على العاصمة طرابلس واستهداف كافة أحيائها. أصدر الناطق باسم حكومة الوفاق ووزير الدولة لأسر الشهداء والجرحى والمفقودين مهند يونس بيانا حمل فيه البعثة الأممية ومجلس الأمن المسؤولية فيما يحدث من قصف على العاصمة طرابلس من قبل مجرم الحرب حفتر. وأوضح بن يونس في بيانه أن قصف ميليشيات حفتر للعاصمة ما هو إلا تغطية لخسائره وهزائمه على أسوار العاصمة طرابلس بحسب وصف البيان، مؤكدا بأنه سيتم ملاحقة كل من شارك في هذه الجرائم البشعة قضائيا، وسيتم الرد على هذه العملية الإرهابية عسكريا. دعا مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني أبناء الشعب الليبي إلى توحيد صفوفهم وجمع كلمتهم والكف عن الخصام ونبش الماضي. فضيلته في كلمة وجهها إلى المجلس الرئاسي وحكومته والمقاتلين في الجبهات والمتظاهرين في الساحات أكد أنه من الواجب الشرعي في هذه النازلة التي تهدد أمن البلاد بأسرها أن يوحد الصف وتجمع الكلمة لدفعها. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بأن لدينا أدلة قطعية تؤكد تواصل الدعم العسكري لحفتر من مصر والإمارات. المشري وفي لقاء تلفزيوني صباح الأحد ذكر بأن السعودية قدمت دعما ماليا مفتوحا لهجوم حفتر على طرابلس. وأشاد المشري بالموقف التونسي والجزائري من الأزمة ودعمهم للحكومة الشرعية في ليبيا. وأضاف المشري بأن حفتر ليس له أي شرعية، والبرلمان المنحل هو الجهة الوحيدة التي لها شرعية التفاوض مع حكومة الوفاق. نهاية الموجز، وبعد قليل نلتقيكم إن شاء الله في تغطية لآخر المستجدات.